يعد سوق بهمن من أشهر أسواق منطقة السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق، فهو المجاور لمقام السيدة زينب عليها السلام، ما زاد من حيويته وارتفاع الحركة الشرائية فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مقام السيدة زينب شارع بهمن. كانت الزيارة جدا رائعة والمسافرين جدا مسرورين في هذه الزيارة العظيمة في شارع بهمن قريب السيدة زينب عليها السلام. طبعا بيتميز انه بده يكون اجباري سياحي وديني بنفس الوقت، انه مشان من خدمة الزوار، الزوار اللي بتجي من العراق او من اي مكان ثاني حتى لزيارة السيدة زينب. فبتلاقي انت هون العبايات الزينبية متواجدة هون اكثر شيء بسوق بهمن مثلا، او اللحشات الخضر او هيك شغلات الرايات، رايات ابو فضل مكتوب عليها ابو فضل العباس الامام الحسين عليهم السلام. وبنفس الوقت يعني كسياحة عامة ملابس لقدام، يعني قريب على المقام تلاقي العبايات والدجداشات هالشغلات، ولا قدام تلاقي الشغلات الثانية والمسابح وهيك شغلات. ينسب سوق بهمن بتسميته إلى مستوصف بهمن المجاور للسوق، ويضم السوق مختلف محال بيع الملابس والحلويات والذهب، بالإضافة لبعض المقاهي والمطاعم. يتميز السوق برونقه، فهو يعج بالمارة والمتسوقين للتبضع وشراء حاجياتهم من مختلف الدول. هلا بتميز انه كل شيء تقريبا بيحتاجه الزائر من هدايا، من خدمات، ممكن تلاقي مطاعم، في باخر مطاعم اكل شرب، هالقصص هي كلياتها متوفره. سوق بهمه كله بيصير رئيسي، سعر بهمه في الخضره والالبسه والاحذيه وكل شيء موجود به، الذهب كل شيء موجود به، دكاتره. هلا السوق هذا معروف اكثر شيء هون عيادات اسنان، صيدليات. أسهمت الاعتداءات الأخيرة والمتكررة على مطار دمشق الدولي في إيقافه وتعطيل السياحة الدينية، وخاصة لدى الزوار الذين اعتادوا على زيارة الأماكن الدينية المقدسة، ما انعكس سلبا على الحركة الاقتصادية للسوق وضعف القوة الشرائية للمواطنين والوافدين الأجانب. لبرنامج صباح الخير يا عراق، من سوريا رني محمد.